السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. إذا هذا هو الفكرة، أنه يتم تفعيل الـ SE Linux. إذا كان الـ SE Linux disabled غير مفعل، معناته الـ SE Linux الـ activity فعاليتها حتكون مطفية، يتم إطفائها على الكل. أي تغيير بيحصل بالـ SE Linux ما راح يهتم بالبرامج، ما راح يهتم فيها الـ SE Linux. فلذلك الـ SE Linux enable والـ SE Linux disable mode دائما يحتاج الى عملية الريبوت للسيستم. لهذا انت عندك السبب واضح، لانه انت عندك الـ SE Linux في عنده مجموعة فيتشرز بيدخل تعاملها مع الكيرنل. احنا نعرف اي تغييرات تتعاملها على الكيرنل. لاحظت في بعض المواضيع احنا عملنا تغييرات على الكيرنل، يعني مثلا لما جينا غيرنا في البارتيشن، تذكرون لما احنا اخذنا موضوع الـ LVM صح؟ لما جينا عملنا LVM وتقسيمات بالبارتيشن، قلنا انه لازم نحتاج انه احنا نعمل ريستارت. ليش؟ السبب واضح، لانه احنا لما نعمل ريستارت الكيرنل حيحمل التيبل الجديد اللي تم تقسيم الهارد عليها. حلو، احنا نفس الحالة، يعني انت الـ SE Linux ممكن ما يسمح لك انه تشغل FTP او اي شيء كان. لما تجي تعمل enable للـ SE Linux يحتاج انه انت تعمل ريستارت. ليش؟ لان الـ SE Linux بيتعامل مع الكيرنل، فاي شيء يتعامل مع الكيرنل يحتاج ريستارت. وحتى كذلك في الديزيبل، لما تيجي تعمل ديزيبل مفروض انه انت تعمل ريستارت حتى ياخذ الاكشن، حتى مرة ثانية لما يقلع النظام يعمل تشيك يشوف انه انت عندك الاس اي لينكس ديزيبلد، خلاص ما يحتاج انه هو يسال الاس اي لينكس. في حال اذا كان الاس اي لينكس مفعل، كل مرة الكيرنل بيسال الاس اي لينكس هل تسمح انه هذا البروسيس يشتغل، وهكذا من الامور. فانت عندك اذا بالسيستم الاس اي لينكس انيبل، ممكن انه انت تختار وتضع الاس اي لينكس في حاله انه مثلا فليكن مثلا انت تحب انه الاس اي لينكس يكون شغال دائما عندك في السيستم، جميل جدا. لكن في حالات عندك مجموعه تجارب بدك تعمل الاس اي لينكس ديزيبل، لكن ما بدك انه تعملها ديزيبل دائما. احنا نعرف انه انت لو عملت انيبل بيشتغل دائما، لو عملت ديزيبل بيشتغل دائما. عندك حالات ممكن انه انت تعمل انفورسينج مود. الانفورسينج مود بالاس اي لينكس انه انت بتعملها بيرميسيف مود، او تعملها طبعا تعملها عن طريق الانفورسينج، او تعملها شو، تعملها انيبل. البيرميسيف شو معناتها؟ البيرميسيف انه انت الاس اي لينكس موجود، لكن انت بتقول للاس اي لينكس يا عزيزي انت لا تتدخل، حتى لو حصل اي تغيير لا تتدخل، لكن اعطيني ملاحظه. يعني مثلا انا جيت فعلت الاف تي بي والاس اي لينكس بيرميسيف، في هذه الحاله الاس اي لينكس حيعطيك تحذير، يقول لك يا عزيزي انت بتشغل نظام، هذا نظام او بتشغل عفوا سيرفيسز او برنامج، هذا البرنامج قد يغير بعض الاشياء في داخل نظامك. يعطيك فقط نصيحة، ما راح يعمل disable، ما راح يوقف هذه الخدمة، حتظل الخدمة تشتغل، لكن الـ SE Linux حيعطيك تحذيرات. بالـ SE Linux لما تيجي تعمل enforce مثلا permissive حيعمل لك disable مؤقت للينكس، لأنه بمجرد ما تعمل restart يرجع الـ SE Linux enable أوتوماتيكيا. حلو، هذا الفكرة جميلة جدا. طيب خلونا ناخذ example، لو حبينا أنه احنا نشوف حالة الـ SE Linux. حالة الـ SE Linux ممكن أنت تزور الـ Terminal، شكرا جزيلا، تروح على الـ Terminal anyway، تكتب S، من هذا SVUI SU محمد password clear. طيب لو نجي نكتب cat، من هذا cat etc شو كان بالسيستم config على ما اتذكر. او ماي جاد، هذا مو سيستم، سيستم config سلاش SE Linux. الله، اللي اظن انه بهذا المكان مسار حيكون، لا مش موجود في هذا المسار، سيستم اظن sysconfig. يس، اذا cat etc sysconfig SE Linux. بنلاحظ انه حيظهر عندنا ملف بسيط جدا ما بيها كثير من امور. بنلاحظ انه الـ SE Linux ممكن انه في عندك اكثر من مود، اكثر من حالة. في عندك الـ Enforcing، الـ Enforcing حيضع هذا الـ Policy من ضمن الـ Enforce. في عندك الـ Permissive، الـ Permissive حيطبع لك الـ Warning instead of Enforcing. في عندك الـ Disabled اللي هو No SE Linux Policy is Loaded. الحالة الأولى اللي هو الـ Enforcing، بمعنى انه هو حيجبر اي تطبيق انه لازم ياخذ رخصه من الاس اي لينكس، واذا انت ما عندك قانون في داخل الاس اي لينكس انه يسمح له بالتشغيل حيوقفها.
يعني إذا احنا حاولنا نشغل FTP وكان الـ SE Linux Enforce ما راح يشتغل، لن يعمل. HTTP لن يعمل. مش عارف مين لن يعمل، ممنوع. لكن البيرمسيف حيسمح بتشغيلها، حيسمح بتشغيلها لكن يظل يطبع ويعطيك تحذيرات وما يتدخل. شغلت الـ FTP خلاص هو اشتغل، بس لكن كل شوية بيعطيك تحذيرات انه هذا دي يشتغل عندك الـ FTP وهذا الـ FTP ممكن انه يتغير حالته في داخل الكيرنل. Disabled اصلا لا يعطيك تحذير ولا يمنع التطبيق ولا كأنه موجود. بنلاحظ هنا الـ SE Linux احنا عدنا متفعل، احنا نلاحظ هذه العلامات الهاشتاج بمعنى انه comment، لكن لاحظ ما موجود comment في كلمة SE Linux equal to enforcing، بمعنى انه هذا يشتغل، هذا السطر يشتغل. SE Linux enforcing بمعنى انه انا اي شيء، اي تطبيق انا بدي اشغله مفروض انه اعرفها في داخل SE Linux مجموعة خدمات منها FTP HTTP اي خدمة كان services، لما اشغلها مفروض انه انا اعرفها في داخل SE Linux. عدم تعريفي لها في داخل SE Linux بمعنى انه هذا التطبيق لن يعمل بشكل صحيح. حلو، اذا احنا خدنا هذا الفكرة. في حالة بعض السيرفرات، يعني مثلا انت اذا حبيت انه انت تعمل مثلا فلنفرض تريد تعمل ديزيبل مؤقت، يعني انه لما تعمل ريستارت بيرجع ينيبل مره اخرى. ذكرنا هذا الموضوع، يعني في حالات انت ما بدك تعمل ديزيبل على طول لكن تريد تعمل ديزيبل فتره مؤقته، هذا امتى حتستخدمها؟ يعني مثلا انت اليوم شغلت ال HTTP عندك الان ال SE Linux Enforce. طيب انت تعرف انه ال SE Linux ممكن يوقف لك اي خدمه. انت حملت ال HTTP ويب سيرفر وعملت موقع على سيرفرك، لكن بتلاحظ انه موقعك ما بيشتغل، بيحصل عندك مشاكل. طيب ممكن تشك تقول اوكي يمكن ال SE Linux هو فعال لهذا، هو بيعمل لي هذه المشكله، لكن انا ما بدي اعمل ديزيبل على طول، انا بدي اعمل ديزيبل مؤقت بس حتى اتاكد انه هو فيها مشكله، او المشكله بسبب ال SE Linux. ممكن نستخدم ال set in force. Set in force هذا هو parameter argument، انه انت تجبر ال SE Linux لما تضع رقم الصفر بمعنى انه انت تعملها شو؟ تعملها permissive mode. لما تعملها permissive mode بمعنى انه انت لا تتدخل في عمل اي تطبيق في داخل السيرفر، مجرد اعطيني تحذيرات. اوكي، فلما اجي اضغط على enter بمعنى لو ارجع مرة اخرى اعمل SE Linux، الاحظ انه الـ SE Linux بيظل enforcing، ما عندك مشكلة، لكن بالحقيقة كسيستم وضعها permissive. حلو، إذا حبيت أراجع الـ enforcing، إذا حبيت أنه أراجع الـ enforcing أجي أضع رقم واحد، رقم واحد set enforce رقم واحد بمعنى أنه أرجع مرة أخرى لحالة الـ enforcing. طيب هنا بهذه الحالة إحنا عرفنا لما نجي نعمل set enforce 0 بمعنى انه احنا بنوقف عمل الـ SE Linux مؤقتا لحين ما نتاكد انه هل في مشكله بسبب الـ SE Linux Enforce ام لا. ممكن ايضا نعرف حاله الـ SE Linux عن طريق الـ set SE status. SE status بيعطيك مثلا بيقول لك انه الـ SE Linux status هو enabled، وبيقول لك انه حاليا هو enforcing، وبالنسبة للconfiguration file اللي شفناه قبل شوية هو enforcing. لو جينا احنا عملنا مثلا SE Linux enforce 0 عملنا enter، نرجع مرة أخرى بنقول له SE status، بنلاحظ هنا انه في الcurrent mode هو permissive. الcurrent mode ما معنى بالcurrent mode؟ الcurrent mode بيعني انه حاليا حالته هو permissive، يعني اي برنامج انا بشغل حاليا FTP HTTP اي شيء كان انا بشغل services حيكون الـ SE Linux بالنسبة إلى permissive، راح يخليها يشتغل براحته ويعطيني فقط تحذيرات، مع العلم أنه في الconfiguration هو enforce لكن حاليا كب النظام بيشتغل permissive. لما أجي أعمل مرة أخرى set enforce number 1 وأجي مرة أخرى أجي أعمل SE status، بلاحظ بيرجع مرة أخرى للـ enforcing، بمعنى انه الكرنت مود انفورسينج اي برنامج لما يشتغل راح يمنعها لحين ما انا اعرفها في داخل الـ SE Linux. خلونا نشوف ايضا في كوماند اخر ممكن انه احنا نستخدم الـ SE status minus v. SE status minus v الفكرة من عنده هذا الكوماند انه انت بتعرض كل الحالات، مثلا منها
القوانين الحالات القوانين، يعني إذا احنا نستخدم الاوبشن في ويا هذا الكوماند بيشوفنا التفاصيل والمعلومات عن حالة الاس اي لينكس على هذا السيرفر مع الخدمات اللي موجودة في داخله. لو انت شفت احد السيرفيسز اللي انت حاليا بتستخدمها غير موجوده في داخل هذه الليسته، بمعنى انه الاس اي لينكس حيوقفها. لاحظ هنا انت في عندك الاس اس اتش، الاس اس اتش مربوطه بليبل، لاحظ، اي بمعنى انه انا لما اشغل الاس اس اتش الاس اس اتش حيشتغل بدون اي مشاكل حتى وان كانت الاس اي لينكس شغاله. ليه؟ لان انا عملت له قانون وعملت له ليبل انه انت اسمح بالاس اس اتش انه يشتغل. بنلاحظ ايضا الباسورد دي، بنلاحظ الشادو، بنلاحظ الباش، بنلاحظ اللوجن وبنلاحظ كثير من امور، اوكي، كثير من تفاصيل هو ليبلد معها، مربوطه معها. حلو، الموضوع واضح هيك شيء. طيب احنا خلونا ناخذ كيف نتلاعب مع الاس اي لينكس مود، بس خلونا نشوف التايم، نوقف نكمل درس القناة.